زريعة حتى الساعة 6 ما جتش يعني احنا قلنا 6 ابو ستانت الاول اذنكم شي بيس يا عمر ده رحلت الله يخليك خش يا بيس هلا كنا نحكي عليه كثير دجماج بعيون والله كثير نفس حتى لما حتى هيدا الجقر هيك الجقر اللي هيك سلام عليك سلام على هذا حبيبي عبد الله السلام حلو حلو اليوم تمام عاملين ايه؟ فينك يا طنط حرانة ليه؟ يلا نقعد شوية اقعد بقى انا في التكييف كده واعمل لك عصير وتروقي لا حبيبي عشان اعمل لها طنط عصير شو اشرب؟ شوية كده؟ عصير 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 اخباركم؟ مية مية انت عاملة ايه؟ تمام كله تمام؟ تمام الحمد لله اخبار المزاد اليوم عالي الحمد لله انا يا ضيفة الحمد لله سلم عليك ما سلمنا سلمي عليها كتير سلم وعلى ماي والصغننه اسمها ايه هتروح ليان ليان يا لولي كمالو وثاني يا رب كمالو ازيك يا ايهاب تمام بس البلد حلو جو حلو والله منورين النهارده اليوم لن ينسى كده في التاريخ امبارح نسيت معايا امبارح ده احنا قعدنا امتى بعد الساعه 5 قعدنا علي كان معاك مسافر علي ما شفتوش بقى من ساعتها لان الصبح طلع النهار قعدنا تحت في اللوبي تحت قعدنا بقى وقعدنا نضحك عسل جميل علي عسل وحشنا قوي من دي انت تيجي عند كاب برنسس تقعدي وتؤمري بس كده الله يخليك خليك الله يخليك احس ان حد ناقص في مروان ودينا ودينا بتغير بس الموضوع نازل مروان 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 طنط بتقولها ازاي كيف يا مروان تمام الحمد لله لا ونسيم ونسيم برضه في حاجه مفتقدينها في الاهم لا ده انا الاكشن عارف اللي طلعها شبه شبه لا لا اكل الملوخيه والرز والفراخ وخلاص وسافر نورين الدنيا كلها ورافائيل طبعا قلت يا رب اروح الاقي مزاجه حلو شفت ماما بتقول لك رافائيل ازاي؟ رافائيل 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 عندنا الاسم ده مش موجود يعني ما سمعناهوش الا في صلاح الدين زمان انا بقول رافائيل رافائيل غير كده ما عندناش يعني ما عندناش مثلا ما ينفعش تلاقي تبقى ماشي في الشارع تسمع اسم رافائيل مثلا عندنا في البلد مصر كلها ما فيهاش حاجه اسمها رافائيل تسلم ايدك يعني ما حد بيغير اسم اذا بيروح على مصر يا ريت يعني لا بس هو اسمه حلو يعني رافائيل بس احنا كمان مش متعودين عليه فما صعبه شويه صعبان علي الصبح الصبح ما عرفش انتوا اكيد ما شفتوناش احنا الصبح في امانه الله كده قاعدين ما فيش بعد نزلنا تحت كان عندنا مفروض رياضه فمارسيلينو يعني كتر خيره كان بيلعبنا رياضه عاديه يعني نزلنا لقينا اربع اشخاص اربع اشخاص اللي هم اربع اشخاص كانوا ابطال في الملاكمه والكونغ فو كسروا عظامكم لبسونا بقى بتوع الملاكمه وعدنا لغايه ما موتنا بعض تحت موتنا بعض تحت بس فرغنا كل الطاقه طلعنا طاقتنا كلها ايوه فرغوها في اي حته وصل الدين وصل بين بين دين بين الشوبينج بين الشوبينج هلا بال هلا بالاشقر خمسة 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 أربعة بعد واحدة ماشي ماشي فين الزبدة؟ طنط بنشيل القشر ده كمان؟ اشيله؟ مفيش قشر مش على الابيض على الابيض طيب بيقول لك ده تتعاملي معاه ازاي؟ لا طيب بصي انت كده ده انت دلوقتي انا هطبخ على دي بصي ده العندي ده العندي ده ودي دي واللي فوق دي لما تبقى عايزه مثلا البي دي اعلى حاجه خلاص؟ لا تقوم مثلا هنا
12 وال10 ايوه 8 ما تبقى عايزه توطي يعني 5 حسب بقى مثلا بقى على العالي دي اعلى حاجه لو عالي انت كده عملته على العالي ده اعلى حاجه ده اعلى حاجه ماشي خلاص ان شاء الله اللي بقى دي عشان عايزها نظمة هادية ولا نص لا 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 على حاجة؟ بصل هتفور خدي بالك يا طنط لو عليتيها على الـ14 هتفور لا ما انا هعمل يعني انا بقربها كده وبعدين بسيبها يعني بشيل الغطا خالص انت كده عملته على العالي يا محمد؟ ده اعلى حاجة ده اعلى حاجة ماشي خلاص اللي بقى دي عشان عايزها نظمة هادية ولا نص لا 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 على حاجة؟ بصل هتفور خدي بالك يا طنط لو عليتيها على الـ14 هتفور لا ما انا هعمل يعني انا بقربها كده وبعدين بسيبها يعني بشيل الغطا خالص دي عايزة على حاجة دي كده دي شغالة بس لازم تحط عليها لو ما حطيتش عليها تفصل منك تاني طيب ماشي بس لا هي عندك هاتي لا يا حاجة عايزة على لا 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 مش هنا 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 حبيبتي هنا عايزاها كبيرة يعني كبيرة عايزة اكبر يا حبيبتي ده كده فتعذبي نفسك فتعمل كبيرة لا لا حاجة ملمس طبعا ما نخش أصلا لا أقول لك إيه لا مبين جوه لو عايز حاجة دي قاعدة نسين ممكن تديني التيكت اللي هناك ده اللي جنب اللوز ها فين؟ اوطيك هنا شويه